أرض الراوين ده واحكي لينا حكايك أحكام ملقوش قبل الحنة. نور بينا نور بينا يا أرض الراوين ده واحكي لينا حكايك أحكام ملقوش قبل الحنة. نور بينا نور بينا يا أرض الراوين ده واحكي لينا حكايك أحكام ملقوش قبل الحنة. نور بينا نور بينا يا أرض الراوين ده واحكي لينا حكايك أحكام ملقوش قبل الحنة. فرحان بدوري قوي. وايه ارض الراونده دي؟ ايه هتدورك بيها فين؟ في حاجه اسمها ارض الراونده؟ انت بتسخر من ارض الراونده؟ انت عارف متر الارض هناك بكام؟ ايه اللي متر؟ هي في التجمع. ايه اللي متر الارض؟ ارض الراونده يا ابني. ارض الراونده ايه؟ ركز بقى معانا في السبوبه اللي احنا جايين نعملها. ما تقلقش يا منصف كله. لا منصف يا غبي، يعني كل ده وتقول لي منصف؟ متنكرين. ما تقلقش يا استاذ منصف. يا ولا ايوه كده متنكرين. ذكي ما شاء الله. ماشي يا صبري. لا ما تقول لي صبري هتقطع عيشي. امال ايه؟ اسمي عمي صبري. لا 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 لا، ده انت الذكاء خارب الدنيا معاك. امال ايه؟ امال ايه؟ حلوه قوي حلوه. وانا اسمي كابتن ماجد. اسمك ايه؟ كابتن ماجد. وانت اسمك الحقيقي ايه؟ ماجد. هو حد عارفه عشان يتنكر؟ معلش قايلك هات واحد شبهنا، جايب لي مهندس الكترونيات. يا ابني هات واحد شبه ده، نضيف جدا علينا. ده اخويا. اخوك؟ صحاب اخوات يعني؟ لا 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 لا، اخوه التوأم. توأم؟ انتوا الاثنين توأم؟ يا باشا هفهمك، مش البطن قلابة. انا جيت في القلبة. يا جماعة انت شكلك هندي قوي. والله 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 دندر من ده. لما نقول الخطة ماشي. يا ايه ايه، استنى بس لحظة، يعني داخل كده وعمال تقسف فينا يمين وشمال، وشمعنى انت اللي تقول الخطة؟ يعني انت الجهبز الوحيد؟ يعني انت الاستاذ اللي موجود هنا؟ قول انت الخطة. لا ما انا مش لازم انا اللي اقول الخطة. انت بعد كل ده ما عندكش خطة؟ يبقى تسكت يا كابتن ماجد. عندك حاجة بسام؟ عندي بسام. مين؟ عندي. قول بسرعة الخطة. ماشي ماشي. احنا هنلعب خطة هجومية 2-4-2. هنلعب بأليو ديانج وأليو بابجي وأليو مروان محسن. انت شاحن كارت ب10. ايه اللي أليو ديانج؟ يا ابني عايزين خطة للبغبغان. البغبغان. ركز يا مهراجة. كل تير. ايوه. وليه حبيبه؟ هو ده. كل عش. وليه وليفه؟ كل عصفور. وليه طبيبه؟ كل بني ادم وليه خلقه. ايوه ايوه. الخطه هنتمسك. انت مش مجنون. ايه؟ اللي بره هم اللي مجانين. اللي بره فين؟ تعالى هجوزك البغبغان. هتجوزت البغبغان؟ حلو. تعالى يا مهراجة. يا ابني انت غبي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده متخلف. عندك انت خطه؟ ايوه ايوه انا عندي خطه. احنا ننده عم اكرم ونقول له الموضوع. وماله؟ ماشي. مركز يا كابتن ماجد؟ مركز. يلا 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 ادوني بيت. يلا. يا استاذ انا حاسس ان انا عامل زي الجمال اللي ايام قريش، عارفهم بتوع التجاره دول. والله يلا اديني. والله هم والله هم. يلا تاني. يلا. ولا انا شبه عروسه المولد بس معفنها قوي، عارف؟ مش النمل كلا ده، نمل وصراصير واتضربت بالشبشب. معلش ده اول عروسه مولد مطلقه دي. ده منظر عروسه مولد. معلش يا منصف بقى، انا هزقت نفسي باللبس ده. عم خلينا نشوف شغلنا بقى. طب اديني رنه الجمال. يلا. يا استاذ اشرم. اشرم ايه؟ أشرم إيه؟ متنكرين. اسمه أكرم يا ابني. متنكرين. فسميته أشرم. أيوة افهم. يا سلام على دماغك. معلش الحتة دي تاني. يلا يلا. يا أستاذ ما تخش يا أستاذ أشرم. إيه ده إيه ده إيه ده إيه الدوشة اللي أنتوا عاملينها دي؟ أنت يا ابني أنت استنى. إيه ده؟ دول لابسين كده ليه؟ لا دولت. وانت ايه اللي انت لابس حريمي ليه؟ ايه ده؟ وكده حريمي؟ راجل بدقن كده وقور كده تلبس حريمي؟ ما انتوش قلتوا لي كده انا الريس. ايوه انت الريس. ما بيقول لي لابس حريمي. مش حريمي ولا حاجه كده. مش معصر الريس بتقال حتى. ايوه ايوه. اعرفك بنفسي. قول يا سيدي. انا ابن اخوك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بعد كل ده قصدي يعني انا ابن اخوك بعتني ليك. أنا المعالج الروحاني. أيوة أيوة أيوة. حضرتك اللي هتجيب لي البغبغان. أيوة إن شاء الله. كله في علم الغيب يا ابني. ربنا يبارك لك. قول. هو البغبغان ده تمنه كام؟ 150,000 دولار. 150,000 دولار؟ ده طلع بجد. هنحتاج شوية طلبات للأسياد ب 300,000 دولار. أنت أهبل. ليه حضرتك؟ أنا ضاع مني 150,000 دولار أدفع 300؟ أنت عبيط. أنا فاكر تمنه في قيمته مش في رقمه. يا سيدي غور قيمته وتغور أنت كمان. بيقول العيال مش مفهومة اللي معاك دي. ما أنت مش محترمنا عشان ما يعرفش أنا مين. ما يعرفكش. غلبان. عرفوه. عريسوس.
معلش سوس ايه؟ معلش حضرتك جاي تستهبل هنا؟ لا 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 اسفين يلا يلا امشي المشي الاول قولوا له انا مين؟ اذا فقد لديك شيء عزيز فعليك على المعالج الروحاني وائل لقلب الحبيب ورد المطلقات ليس لديك سوى المعالج الروحاني وائل لو ابنك بيعاني من التسلخات ولديه عشق مستمر فعليك على المعالج الروحاني وائل ايوه صح اذا انت متابعنا انت حبيب معالج روحاني ايه اللي اسمه وائل يا ابني ايه حضرتك ده ما ينفعش الدكتور علاج طبيعي حتى لازم وائل ما اصل اسامي الاخشيدي والبغدادي الحاجات دي قديمه احنا التجديد الجيل الجديد تجديد ايه بقى انا عايز البغبغان نخلص اللي قدامك اللي بتسخر منه ده يقدر يعمل كل حاجه الا 100 حاجه ايه ده ايه ده اللي هم انت هتعدهم ايوه صح احنا فاضيين صح قصده يعني الا حاجه واحده اشيله بالخطه يلا التعويذه ما تخافش لا يحصل ده ما تخافش منه يا سيدي اخلص انا ما بخافش لو في نار انا مش مسؤول لا على ايه انا واكل كرومبو ها يلا انا لا انت جاي تسلطن ما عرفتش يعني مين غبي قوي برضه ماشي ماشي يلا ما تقطعش التعويذه استنى في اعلانات في النص بقى اتكلم ماشي يلا انا توكيدية أنا أيوة أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لساني أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لساني زي التلميذ الشاطر يا أيوة بغبغان بلاليرة أنا جاي من سفينة اصحى صح الناس مش تطفح على ناس اصحى صح الدنيا ايه الهلل ده ليه ما الحنة ماشية حلوة اهو يا ابني انا ايه حضرتك انا عليا اسياد مهزئين اول ما بسمع اي حاجه كده بسيط على طول ايوه صح حضرتك ما ينفعش تشترك في التعويذه معانا بهدلتونا قدام الناس وهتهزقونا راجل يا راجل ده راجل باشا ده راجل بيه ايوه خش له بالافرنجي ايه ده حمام ولا ايه يا عم الخطه الاجنبي ده راجل صعب فشي ما يسمعش انا عندي بغبغان إيه انزلوا بالبيت الغربي لا لا كده حضرتك بتحضر احمد مكي ايوه حضرتك بس ادينا فرصه ما تسخرش مننا عشان يمكن احنا نكون نستحق السخريه يلا يلا ايه ده ما فيهاش دي يو 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 اسمع مني يا مان حكايه من زمان حدوته بغبغان بغبغبغبغ بغبغبغبغان بغبغبغبغ بغبغبغبغان بغبغبغبغ ما خلاص يا جدعان هنقعد ساعة بغبغبغبغ مش يوم هما اتنين ولا تلاتة اتنين ولا تلاتة ايه احنا اسفين مش وقت تعد دلوقتي اخلص اسفين يا استاذ نكمل يو 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 يا بغبغان خطفوك وخدوك على مشمك يا بغبغان خطفوك وخدوك على مشمك يو 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 قلبي عليك اتحرق ما هو مين يشيل همك قلبي عليك اتحرق ما هو مين يشيل همك يو 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 ندرن عليا نجيت لابوس ايدين امك ندرن عليا نجيت لابوس ايدين ابوس 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 ايدين امك اخلص حاضر مش اكتشاف مواهبه حاضر يا سلام قليل يا عيني يا ليلي يا ليلي الله اللي والتجلي
الله اللي قال لي والتجلي والله يبل رقنا كده. طلعت فوق السطوح أنده على طيري أصيل أصيل طيري بيشرب من أناغيري الخاين. شوف طلع له مخصوص وهو بيشرب. زعت بعلو مامي قلت مالك يا طيري قال لي زمانك مضى دور على غيري. الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا يخرب بيتك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.